أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود مجددا لنقاش ملف الميليشيات في هذه الجولة الإخبارية. ينضم إلينا من جديد المحلل والكاتب السياسي فهد صقر. أهلا بكم أستاذ صقر. أهلا بحضرتك. كنت أسألك قبل قليل عن توصيف مجموعة الأزمات الدولية والتي مقرها بروكسل، توصيفها لميليشيا الحشد بأنها من مؤسسات الدولة الموازية، وسألتكم عن قراءتكم لمثل هذا التوصيف لميليشيا الحشد. نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس أنا يعني بتحليلي وبتقييمي لموضوع الحشد الشعبي أختي العزيزة، يعني أمريكا عندما جاءت إلى العراق جاءت بمشروع، وهذا المشروع ينفذ على مراحل منذ الغزو، ولا يمكن النظر إلى تأسيس الحشد الشعبي إلا من منطلق السياق العام والسياسة الأمريكية في العراق ما بعد الغزو، وهي تعمد ارتكاب الأخطاء القاتلة والمميتة. يعني هم بيرتكبوا أخطاء، لكن هي أخطاء بتكون مقصودة، مثل حل الجيش، تدمير الدولة العميقة التي كانت موجودة قبل الغزو ومنذ استقلال العراق، قانون اجتثاث البعث، دستور المحاصصه الطائفيه، تقسيم العراق الى ثلاث كيانات واضحه ومعرفه ومحدده، يعني سني شيعي كردي. وياتي ايضا قانون الحشد الشعبي الذي سنه البرلمان العراقي وصدر بمرسوم من رئيس رئاسه الوزراء، وكان بمباركه امريكيه ودعم ايراني، دعم ايران لحليفه امريكا في العراق. فكل هذا في سياق، هذا السياق هو سياق تنفيذ المشروع الذي ينفذ على مراحل في العراق، ومنذ 15 سنه هذا المشروع ينفذ على مراحل. يعني هناك حاله، يعني الحشد الشعبي وقبل الحشد الشعبي، هناك حاله اضطراب طائفي حاد تجري في العراق على قدم وساق، وتتعمق وتتجذر، تشجيع امريكي وتعاون ايراني لخلق حاله وبيئه ملائمه للانتقال الى المرحله الثانيه من مشروع امريكي في العراق. وهذا المشروع الثاني، الحالة الثانية مشروع أمريكا في العراق، يعني هذا موضوع آخر نحكي فيه بعدين إذا نعم. ربما لو نتحدث عن الأنظمة الموازية في مؤسسات الدولة، في الأنظمة السياسية تحارب مثل هذه المؤسسات الموازية أو النظام الموازي يحارب من قبل النظام، لماذا هذا؟ يعني هل نصف بأن دولة العراق هو نظام فاشل، هذا ما أدى إلى عدم القضاء على مثل هذه الميليشيات، أم أن هناك حسابات أخرى للمتواجدين في هذا النظام؟ لا أختي العزيز، هذه الميليشيات تتم تأسيسها وتغذيتها وتمويلها من الدولة العراقية، هم تمول ومن الدولة العراقية وتدرب من إيران ومباركة أمريكية من الدولة، من أمريكا كمان. فهم هذه المؤسسات اللي هي فعلا مؤسسات موازية للدوله، وتتصرف خارج، يعني كدوله فوق الدوله او دوله خارج الدوله، لكن هي في الحقيقه هي مقننه ومشرعنه بناء على مرسوم صدرت، بناء على مرسوم صدر من البرلمان العراقي ومن رئاسه الوزراء، من رئيس الوزراء. فهم صحيح دولة خارج الدولة أو مؤسسات موازية، لكنها تعمل بمباركة. نعم. ربما هو يعني تم العراقية. نعم، تم تقنين هذا الوجود، لكن قبله وبعده كان هناك الكثير من التجاوزات، وربما هذا ما فسرته صحيفة فاينانشال تايمز في تقريرها الأخير عن مخاوف من تحول ميليشيا الحشد لحزب الله مماثل تماما لما يحدث في لبنان. ما مدى صحة مثل هذه المخاوف؟ نعم، هو بالنسبه لموضوع الحشد الشعبي في العراق وموضوع الطائفيه، يعني هم السياسيين العراقيين الذين جاءوا على ظهر الدبابه الامريكيه وعلى ظهر الحمار الايراني، عندما جاءوا الى العراق جاءوا بمشروع واجندات شخصيه فاسده، يعني وغطوها بمشروع طائفي. نعم، يعني هم هي الطائفيه فعلا، هم 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 يعني لما تيجي تحكي لسياسي عراقي مثل نور المالكي او حيدر العبادي تتهمهم بانهم طائفيين، هم ما بيزعلوا، ما بيزعلوا، بالعكس بيفرحوا. هم بالنسبه لهم الطائفيه هذه غطاء لحرمانتهم ولخصوصيتهم ولنهب ثروه العراق. فهم بالنسبه لهم قولي عنهم انت طائفي بس ما تقولي لصوص.
ياخذون من يعني ياخذون الطائف في غطاء يضحكوا فيها على الشعب الغلبان، بيغطوا يعني فساد في انهم هم الجماعه يعني بيدافعوا عن ال البيت، بيدافعوا عن وياخذوا ثارات الحسين وقالها المالكي بنفسه اثناء الاعتصامات اللي حصلت في فلوجة قبل عده سنوات، كما قال احفاد الحسين نقاتل احفاد يزيد. يعني هو يقتصر في طائفيته، هو يعني هو لا يتحرج انه هو يكون طائف او تتهمي بالطائفيه، ولا تجد طائف عراقي او سياسي اشكرك دافع عن نفسه او ينفع عن نفسه تهمه الطائفيه. اشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي فهد صقر، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، والمعذره لضيق الوقت.